اسم مصطفى بن محمد خبص، عمر 50 سنة، مواليد 1971، عايش ولادتي حلب، سوريا حلب، عايش حاليا تركيا. سوريا كنت اشتغل شغلة مدهن، دهان يعني بيوت محلات، وهي المصلحة انه تعلمتها لم عمري يعني 13-14 سنة، انا وصغير ونشأت فيها، والحمد لله علمني اياها معلم الله يرحمه اللي مات. ودهان هو معنا معلم فيها، واي بيت اي محل اي صالة يعني بيشهدوني بهالشغل هذا الحمد لله. كل المدهلون بيحمدوا من شغلي وعاجبون. بعد ما صارت الحرب يعني الشغل وقف عنا هنيك، وما عدنا نحسن نشتغل شيء، بين نخاف على الولاد على العيلة، وين نخاف على يعني نعمل لهم أكل وشرب، ما ضل شغل طاول، جمود الطاول صار يعني ما بقى نحسن نشتغل. خفت أنا على البنات وعلى عائلتي. بعد ما خسرت ولادي طبعا الشباب، جبت البنات وجيت على تركيا، قلنا نشتغل أي شيء يعني لم بلاستيك، نشتغل بالعمار، اي شيء المهم نعيش ونأمن على البنات هذول. جينا على تركيا تهريب عن طريق عفرين، يعني دفعنا مصاري للمهرب، ودخلنا على منطقة اسمها كراخان بتركيا. يعني بنهاية 2014 بداية 2015 دخلنا على تركيا. بعد ما دخلنا على كراخان تمينا يوم يومين يعني ما عندنا مكان، البوليس مسكنا انه جايين تهريب، اخذنا على مخيم العثمانيين، ضليت فيه وبارك 1.5 سنة. طلعت من هالمخيم عشت بالعثمانية لانه ضليت فيها، ما طلعت منه طاول. من هذاك اليوم لهاليوم انا بالعثمانية، ما بعرف شيء بتركيا طاول غير هالعثمانية. وبعد ما طالعونا من مخيم الدوزجي طلعت على العثمانية، ما في معي ولا ليرة بجيبي، وعيلتي معي. طلعنا بسيارة قلنا له خيو وصلنا على العثمانية على البلد، يعني انه ما معنا في، كان عندي ساعة انا جايبها من سوريا، قلت له بعطيك هاي الساعة بس وصلنا لنعرف ندبر حالنا. وصلنا الزلمة، عندي موبايل كان حديد جايبه من سوريا، انا بعته هون، جبنا اكل وشرب، بعدين بحديقة عند صار الليل، ما بعرف احكي تركي لأجر بيت يعني ولا اروح اسأل، ما رحنا نمنا بجامع، هذا الجامع ضلينا فيه 16 يوم ننام، إمام الجامع والمصلين وكلهم يشوفونا يعني، أقول لهم بس منا حدا إذا بيعرف بيت إيجار أو أشتغل حارس أو أشتغل أي شيء بس لأمن عائلتي، ما حدا يرد حدا. ضليت 16 يوم بالجامع، بعدين إجا واحد يعني سته وجده سوريين، هو تركي بس جدوده سوريين، سألني ليش أنت هون؟ قلت له ما عندي بيت وما عندي هيك هيك وضعي، والله جابني بركني البيت فاضي هذا اللي كنت فيه، عافني فيه حوالي عن 2-2.5 سنين، ما أخذوا لا مصاري ولا إيجار، يقول لي لوجه الله. بعد 2 سنين قلت له خيو أنا لا يعني مشي حالي، خذ إيجار خذ شيء، قال لي ضل العمر كله ما بدي. لحد صارت أمور بين قرايبه يعني صار محكمة على البيت، إنه انجبرت أطلع، هلا أنا مأجر ب500 وبارك عم. صعوبة كثير كثير بالبداية يعني، لما نمنا بالجامع ولما هذا الزلمة جابنا لكونت بيت وريحت حالي، تعبت كثير بوقتها. من ضمن 16 يوم اللي نمتهم بالجامع، كان لي بوقتها شغلة يعني 6 أيام نايم بالجامع، رحت على الهجرة، مديرية الهجرة بالعثمانية، قال لهم خيو أنا لا عندي بيت لا عندي شيء، وعم بنام بالجامع، دبرونا مخيم وين من كان زتونا بس أأمن على العيلة يعني، ونعيش شلون ما بدكم، نشتغل شلون ما بدكم بس خلصونا يعني نأمن بيت.
أول شيء لقينا منه طرد طلعوا برا. ثاني مرة يعني لحيت عليهم وصرت إنه ما بدي أروح. صار يهدد رح لك على سوريا ولا تطلع برا. قلت له رحلني على سوريا. ماشي سوي لي أوراقي. قال لي روح وتعال آخر الدوام بعد الدوام. استنينا لبعد الدوام طلعوا نسيانيني ولا مفكرين فيني. هن طالعين قلت له شو صار معكم؟ قال روح من هون. رحت جبت كرتونات حطيتهم على باب الهجرة. تميت يومين أنام على باب الهجرة. يجوا المراجعين السوريين يشوفوني ويجوا الموظفين عند الديدام ويشوفوني هذا كراتين ونايم. ولا حدا قال لي ليش. آخر شيء صاحوا لي هن بالهجرة قال هاي هويات خذون وعيش روح دبر حالك العثماني. قلت له أنا لو دبر حالي ما كان جيت لعندكم. بدي أعيش بمخيم. رجعوني على مخيم كنت فيه. ما رضيوا. ما لقيت غير الطرد منهم. وطلعنا وقتناها. يعني حتى الهجرة هاي يعني أكثر شيء ناس شفتها أساوي بالنسبة لي. مع أمريكا ما هي منيحة معنا طارد. وما جيبه ماي لأختي؟ أنا تشربي؟ ماي هات الماي بتاعي لهون. ليش ما بحبلي لحلك؟ كيدا بحب يا عمي 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 أنا عندي النوية إنه أجي على تركيا أولاً بدي أخلص من ضرب وإنه أحمي بناتي البيولي ومتوقع إنه في مساعدات إنسانية في هلال أحمر في كل شيء كان يقولوا لي بتركيا والعالم تنصحني إنه أروح على تركيا أحسن من بركتكم سوريا. عند الجينة يا أخي والله انصدمنا يعني صدمة يعني إنه الصعوبات اللي عم بعيشها المال يعني ما في يعني عم بشتغل بطلع مثلا إيش عم بلم الصبح مثلا لميت بلاستيك ولا باغة يعني إيش عم طالعوا لي 20 ليرة ولا 25 ليرة بالزور عم بطلعوا يعني صعوبة الصرف إيجار 500 فواتير عندي شي 250 ما فوق الكرت الهلال الأحمر عم بطلع كسر هذا من عدل الأكل والشرب والمرض هاي صعوبة السيولة ما في عمل يعني ما في إنه هلا أنا بطلع هال 20 ليرة أو 25 ليرة على بشيل شوال على كتافي وبمشي هي يعني طالع لهالحدود بس لو عندي موتور وله عربية يعني بلم العثمانية كلها بلمها وبدورة وأنا مرتاح ما بتعب ما بمشي بطالع لي يعني بتوصل على 75 ليرة على 100 ليرة إذا تعبت على حالي شوي بطالع 100 بالنهار أنا ومرتاح يعني بكل الأوقات موتور موجود و كمية كبيرة بشيل معي ما بتعب وببيع للمصدر الأساسي اللي عم بشتري هالمواد هاي يا الله يا إن شاء الله الله يصير معنا حق موتور ونجيب واحد هاي ألوانات من طيارة وهذا بيت روح أجيب أدرسوكم شكل أشهر عنا هون حالة غلاء يعني كتير المواد غليت المواد الكتب غليت البنات عم بيطلبوا مني مثلا كتب عم بيطلبوا دفاتر إنه المدرسة طالبة دفاتر أو كتب طيب عم بيجوا لعندي أنا منين أشيلهم إذا 3 كتب عم بيطلبوا فيهم 100 ليرة تركي منين بدي أجيب لهم أنا من عادة بدهم مثلا أكلوا شرب بابا يجيب لنا مثلا عم بيشتهوا ياكلوا موزة أو تفاحة أو هي طيب عم اطلع انا منين اجيب اذا انا ما عم بشتغل اساسا عم بطالع حق الخبز وبطالع حق
يعني كيلو رز او كيلو برغل. بجي طيب ابطل بنات عم يشتهوا كل شيء عم يريدوا كل شيء بس ما يجيب لهم. هاي اكبر هاي الصعوبة بالذات نفسها يعني. نفس الوقت صاير مرض الكورونا نازل عم نطلع منا خايف انا انه انعدى ومنا وين ما نروح يعني بوليس ممنوع في ايام ممنوع نطلع فيها حضر في للساعة بعد الساعة 8 المساء ممنوع تطلع يعني بريد أمن بس العيشة انه اجيب لهم اكل قبل ما يصير حضر او قبل ما يشيل لانه صاير وين ما منروح بقولوا انه ممنوع صعوبة كثيرة بهالحياة صايرة كورونا وما في شغل هاي هي العصافير لي صاحب كمان بلم بغر بلاستيك كان بشيل مثل يعني معه كيس وبيمشي شفته راكب بعد فترة يعني شفته انه راكب موتور ومعبي الموتور ووقف يسلم علي قلت له شلون هيك الله رزقك يعني صار عندك موتور وهي شلون ايش الطريقة قال لي والله أبلم بالباغة وبلاستيك إجا واحد عطاني قفص فيه عصفورين قال له خدهم هيك خلصني منهم أخذ رباهم وصار يجيبوا له فراق ورباهم وهي صار يبيع من إنتاجهم صار يبيع ويعيش بعدين إنه جمع حق موتور اشترى الموتور هلا عنده موتور وعم يشتغل وما شاء الله عنده شي 20 جوز عم يزقوا له عم يفرخوا له قال لي ليش أنا اشتري لك جوز ابيعك جوز من عندي وسوي مثلي قلنا نجرب نحن عشان البنات هذول يعيشوا جبنا جوز والله ربيناه فترة 3 شهور والله جاب لي 2 والاثنين جابوا 5 والخمسة هلا يعني صار عندي شي 16 واحد بعد 5 وهلا بقيان عندي 11 واحد عم بستنى انه شوي كمان يعني مصدر عيشة انه يساعدوني بالحياة وتربيتهم هي مسلية وهي يعني مفيدة لي هلا بالوقت الحالي عندي 3 جواز يعني 500 بيسووا لي بالشهر اذا صبرت 3 شهور تانية بيسووا لي يعني 1000 بيسووا 1000 بالشهر يعني كل ما يزيدوا كل ما انه بيزيدوا معي هذا كبير منوني هذا دبدوب نوني وانت انا ادري نوني نوني لا الكلية عندي عم توجعني وظهر كسر يعني كسرين ظهري عم يوجعوني وراسي يعني تعالجت منه بأنقرة بس يعني في وجع بس عم بحاول انه اقاوم المرض واكسر على حالي شوي بس مضطر مال هالبنات انه يعيشوا مرتاحين بتحمل الوجع بتحمل كل شيء بس اشوف ضحكتهم ما بدي شيء الحمد لله الله عم يعيني انه عم بقاوم هالمرض هذا وين تمك يا حلا اي تمك يا بابا وين دانك يا حلا اي تمك يا بابا لا تقول لا تقول الاكل الاكل
هاي